اتحاد كرة القدم، وإيه آخر التحضيرات الخاصة بأمم أفريقيا، وإزاي اتحاد الكرة بيجهز، وهل فعلا برج العرب هيستضيف مباريات منتخب مصر ما عدا المباراة النهائية اللي هتكون في استاد القاهرة. هنعرف بقى يعني ليه برج العرب وليه استاد القاهرة وليه مش منتخب مصر، هل في الإمكانية إن منتخب مصر يكون كل لقاءاته تكون في القاهرة، ولا هتكون في الظروف الحالية هتكون صعبة. لكن أنا أعتقد إن كل الاختيارات إن شاء الله يعني في حالة إذا تم إسناد المهمة إلى منتخب إلى مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، أعتقد أن كل شيء هيكون جيد جدا، زي ما احنا متعودين أن أي حاجة فيها مصر ومصر بتنظمها بتكون على أعلى مستوى في كل شيء، في التحضيرات، في التجهيزات اللي إن شاء الله هنشوفها في كل الملاعب، كمان في الفنادق، في المواصلات، في شكل الجمهور واستقبال الجمهور. عندنا منتخبات هتكون موجودة، وبالتالي هنتكلم بشكل أكبر مع الاستاذ الكابتن خالد لطيف، عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. يا استاذ خالد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر، واهلا بكل متابعي قناه النادي الاهلي. طبعا في البدايه عايز اعرف من حضرتك لجان التفتيش، وامتى هتكون موجوده في مصر علشان تتابع اخر الاستعدادات الخاصه بملف امم افريقيا 2019 ان شاء الله. وبكره ان شاء الله عندنا اجتماع مجلس اداره الاتحاد المصري لكرة القدم، هيتم فيه مناقشة الموضوعات كلها والخطوات الخاصة بملف استضافة مصر إن شاء الله لبطولة الأمم الأفريقية المؤهلة القادمة إن شاء الله في مصر. واعتقادي الشخصي إن كل الأمور الخاصة والنقاط والجدول الزمني لكل شيء، اعتقادي الشخصي يا عمر هيكون موجود في هذه الجلسة. يعني حتى الناس ابتدت تتكلم هنلعب في برج العرب، لا مش هنلعب في برج العرب، طب ليه برج العرب؟ يعني استبقنا للاحداث اعتقادي شخصي غير مرغوب فيه في الفتره الحاليه. يعني لازم ناخد كل حاجه خطوه بخطوتها، لازم نفكر في اعداد ملف قوي، لازم نفكر ازاي نقدر نستعد لاستضافه هذه البطوله. يعني مش عايزين نروح باحلامنا بعيد عن الواقع، خاصه لسه ما تمش اختيار مصر لاستضافه هذا الحدث الكبير لسه يوم 9 يناير. فانا حاسس ان الناس ابتدت تفكر في ماتشات مصر ومصر تلعب في ماتشات ايه، واحنا لسه اساسا ما خدناش البطوله. فيعني اتمنى ان احنا نفرح، طبعا احنا قادرين هننظم بطوله ناجحه ان شاء الله، هننظم بطوله ناجحه، لكن مش عايزين نتسرع ونسترق الاحداث ان احنا نتكلم في تفاصيل واحنا لسه الامور الاساسيه لم يتم الانتهاء منها. كابتن خالد، هل حضرتك شايف ان شاء الله متفائلين خير ان مصر ممكن تفوز بتنظيم بطوله امم افريقيا 2019، ولا موجود معانا منافس قوي زي جنوب افريقيا ممكن يكون الموضوع 50 50 مثلا؟ لا انا متفائل، يعني رغم اللي انا بقوله لك ده كله انا متفائل. يمكن كنت موجود في شرم الشيخ وكان معايا يعني المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأستاذ أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأستاذ محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن. ويعني لو شفت الحماس والجهد المبذول من الباشمهندس هاني ومن الأستاذ محمد ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلهم بالتنسيق مع المهندس هاني أبو ريدة، اعتقادي الشخصي هتعرف قد إيه أنا متفائل إن إحنا إن شاء الله إن شاء الله شرحنا، ويمكن بدايه يعني العمل من المهندس هاني ابو ريده ووجود اكثر من عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي كان متواجد في بطوله كاس الامم الافريقيه للكره الشتائيه المؤهله في شرم الشيخ، ان هو بدا بالفعل يمكن يتكلم معاهم وبدا بالفعل ان هو يتحدث معاهم هو الاستاذ محمد. فاحنا يعني عاملين شغل كويس جدا جدا، وانا متفائل ان شاء الله. لا القصه مش 50 50 ان شاء الله، مصر يعني فرصتنا ان شاء الله للتنظيم تتجاوز 70 80 ان شاء الله، من 70 ل 80%. يعني لكن في المقابل مش عايزين ندخل في تفاصيل ونتحدث على تفاصيل لسه بدري عليها، لسه الاختيار يوم 9 يناير القادم. فاعتقادي الشخصي بعد 9 يناير القادم هتتضح حاجات كبيره جدا ان شاء الله. حضرتك كنت اتكلمت في نقطة في البداية ان الناس بدأت خلاص تتكلم على اساس البطولة هيتم تنظيمها في مصر، لكن السؤال او في خبر منتشر في الصحف والمواقع، هل ده صحيح ولا لسه الكلام ده مدروس او تحت الدراسة، ان لقاءات منتخب مصر هتتلعب في برج العرب
والمباراة النهائية هي اللي هتكون في استاد القاهرة. هل الكلام ده فعلا يا كابتن خالد صحيح ولا الكلام ده مجرد أخبار متداولة في الصحافة والمواقع؟ والله بص، اللي أنا مستغرب له إن إحنا كمجلس إدارة لسه ما تعرفوش لسه. يعني الكلام ده بيطلع منين؟ هو ده السؤال. حتى لو كان في تفكير ممكن يكون فعلا ده حقيقة في النهاية، إنما لسه ما اتخذش فيه قرار. صح، خلي بالك قرار إن أنت تلعب فين مش هيبقى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم. مظبوط مظبوط. يعني الحاجات دي وأنت فاهم ونجم كبير من نجوم منتخب مصر كبير فني قدير الكابتن ربيع ياسين، تبقى فيها أكتر من جهة طبعا بتحدد منتخب مصر يلعب فين. صح، وأكتر من معيار يقول لك منتخب مصر يلعب فين. صح صح. يعني إيه، إحنا مش عايزين نتسرع، نتفائل بس ما نتسرعش. طيب كابتن خالد، الكرة الشاطئية حضرتك كنت المشرف العام على المنتخب، عايز أعرف رأي حضرتك في التجربة، وأكيد حضرتك زعلان إن المنتخب ما صعدش بطولة كأس العالم. ما أكذبش عليك طبعا، مش حزين، حزين جدا إن إحنا ما صعدناش كأس العالم. جدا جدا، يعني كنت أتمنى، وكانت حساباتي تقول إن يعني لو عدم التوفيق الكبير في ماتش نيجيريا كان ممكن جدا او المفروض ان احنا كنا نصعد بطوله كاس العالم القادمه، لكن قدر الله وما شاء فعل. ما حدش اثر. يمكن الحاجه الوحيده اللي عوضت حزني بعدم وصولنا لكاس العالم للكره الشاطئيه الاشاده اللي يمكن اشاد بيها احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، لجنه اللي يمكن لجنه الكره الشاطئيه، لجنه كره الصالات اللي في الاتحاد الافريقي لكره القدم، بمدى تنظيم مصر لهذه البطوله. ويمكن بشكر كل اعضاء اللجنه العظيمه اللي كانت معايا واللي ساعدتني بشكل كبير، لولا مجهودها الكبير ما كانش خرج هذا التنظيم بهذا الشكل. ويمكن اصرار الاستاذ احمد على اصدار خطاب باللغه العربيه للاتحاد المصري لكره القدم واللجنه المنظمه بشكرها فيه على التنظيم، اعتقد الشخصي يمكن ده اللي خرجني من حاله الحزن الشديده بالنسبة لي على مستوى الكاس. كابتن خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي. ده كان كابتن خالد عبد اللطيف بيتكلم في كل حاجة خاصة بملف منتخب مصر أو تنظيم مصر لبطولة كأس العالم.